بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. النهاردة احنا هنشتغل عملي. كنا في الفيديو اللي فات عرضنا مسألة كده، عملنا تقديم لها انترو كده، ان انا لو عندي قاعدة بيانات اكسس داتابيز، وبعدين عاوز ان انا لما افتحها تفتح على فورم معين كده، تفتح على فورم معين، وكان في المسألة دي كمان ان انا الفورم ده يكون في وسط الشاشة كده، ما يكونش متطرف يمين او شمال، ماشي، ويكون فيه صورة في الخلفية بتاعته باك جراوند كده، بحيث ان انا لو صغرت الفورم او كبرته الصورة لا تتأثر، ما يحصلهاش تشوه، ماشي. وكمان كان عندي البيانات اللي في الفورم ده، ان انا لو القيمة الاولى ديت حطيت فيها قيمة رقمية او نصية، ونفس القيمة في القيمة التانية وعملت إظهار للنتيجة، يعمل لي هنا حاجة اسمها توافق جزئي، ويلون لي التكست بوكس ده أو الليبل اللي أنا هعمله هنا بقيمة معينة. طيب لو مفيش توافق، لو القيمة دي مختلفة وأظهرت النتيجة لا يوجد توافق، إنما لو فيه توافق في الثلاث قيم كده يقول لي توافق تام ويغير لي اللون. وعندي هنا فوق زر أضغط عليه يعمل لي تفريغ للبيانات كاملة، ولو كتبت قيمة تانية ماشي طبعا لا يوجد توافق لأن القيم دي لم يتم إدراجها، كده توافق جزئي وكده توافق تام، تفريغ البيانات. ده اللي احنا هنعمله النهاردة، ده اللي احنا هنشتغل عليه في الفيديو الحالي. من البداية خالص أنا يعني هنبدأ في ملف فارغ تماما، هنقوم بإنشاؤه الآن من البداية من الصفر. كليك يمين وبعدين اضغط على نيو مايكروسوفت اكسس قاعدة بيانات، هتظهر لي هنا، هعمل ان هي مثال تطبيقي. انتر، كمان انتر عشان يفتح معايا الملف. فتحت معايا كده قاعدة البيانات فارغة تماما، ما فيهاش اي مكونات. هروح على تاب انشاء وهختار نموذج فارغ، هيظهر معايا النموذج بالشكل ده. هروح كليك يمين هنا وهختار وضع التصميم، هشتغل على وضع التصميم. هأعمل تكبير شوية للنموذج اهوت، ما ليكن كده مثلا الفورم ده، وهسميه كليك يمين كده واعمل له حفظ، وهقوم بتسميته التوافق، عشان ده طبعا هنعمل فيه موضوع القيم المتوافقة وكده. النموذج ده انا عايز البروبريتيز بتاعته، الخصائص، هروح على ورقة الخصائص من هنا، او هضغط هنا دبل كليك هنا على النقطة دي دبل كليك، هيظهر لي الخصائص. الخصائص انا عاوز الفورم ده هوت يكون في التنسيق بتاعه، عايز احط له صورة، يبقى هنا في صورة اختار الصورة بتاعتي ولتكن نفس الصورة اللي في الفورم التاني. هروح على سطح المكتب، انا حاططها على سطح المكتب هناك، عرض كده. احنا كل خطوة هنعمل حفظ وهنعمل عرض عشان نشوف انا وصلت لايه. النموذج بتاعي مرتبط بقاعدة البيانات مولود جواها، انا عايزه يطلع بره، والصورة في هنا ابيض فراغ اهوت وفي هنا ابيض فراغ اهوت، ماشي. انا عاوز الصورة تكون مالية النموذج والنموذج يطلع بره قاعدة البيانات. هروح على وضع التصميم، اطلع النموذج من قاعدة البيانات ازاي، من التبويب بتاع others ده او غير ذلك، واعمل منبثق دهيت اعملها نعم، ماشي، واحفظ واعمل عرض. كده النموذج بتاعي بقى منبثق يعني بره قاعدة البيانات، ماشي. خلاص هروح على وضع التصميم مرة تانية، و اتحكم في الصورة، اخلي الصورة بتاعتي وضع حجم الرسم ده اخليه تمدد، اختار من هنا كده تمدد بالانجلش ستريتش، وضع حجم الرسم خليت تمدد، وهعمل حفظ واغلاق او عرض النموذج عشان نشوف. كده النموذج بتاعي هنا هوت، ماشي، بوب اب او منبثق، وكده الصورة بتاعتي اصبحت ان انا لما اكبر او اصغر لا تتأثر، يتم شدها كده بحيث لا تتأثر بالتكبير او التصغير.
عايز اتخلص من الخط اللي في الجنب ده اللي في اليمين ده اللي هو عليه سهم ده، ده اسمه محددات السجلات. هنا كده ده هو نعم، اضغط دبل كليك كده تبقى لا موافق، عرض النموذج تخلصت منه. لو عايز تتخلص من اللي تحت ده مفيش مشكلة، لو عايز تتخلص من كلمة التوافق دي تكتب كلمة تانية، لو عايز تتخلص من الأزرار دي، لو عايز تتخلص من الكليك يمين، كل ده ممكن نتحكم فيه. المهم احنا حاليا هنضيف القيم بتاعتنا، بس قبل ما اضيف القيم انا عايز اروح على قاعدة البيانات وابلغ الاكسس ان انا عاوز الفورم ده هو اللي يفتح. لما قاعدة البيانات اقفلها وافتحها تاني الفورم ده يفتح تلقائي، ما اروحش ادور عليه وافتحه. ماشي، هعمل ايه؟ هروح على فايل وعندي اوبشنز خيارات، وهلاقي فيها اللي هو قاعدة البيانات الحالية، اضغط عليها كده، وعرض النموذج ده يعني عند بدء التطبيق مكتوب نان، وعندي النماذج اللي عندي بتبقى مولودة في القائمة المنبثقة ديت. اختار النموذج اللي انا عاوزه وليكن ده الحالي واضغط موافق. هيطلع لي رسالة يقول لي لازم تعمل يجب اغلاق قاعدة البيانات الحالية ثم اعادة فتحها علشان يصبح الاجراء المحدد نافذ المفعول. هقول له موافق، انا ممكن اقفلها وافتحها، او في طريقة تانية ان انا اضغط على ادوات قاعدة البيانات واروح على ضغط قاعدة البيانات واصلح، بيعمل لها ريستارت كده، بيقفلها ويفتحها تاني وبيحفظ التغيرات اللي فيها، يعني بيطبق التغيرات اللي انا عملتها. فهو هنا طبعا عمل ضغط واصلاح وفتح لي الفورم اهو. الفورم ده انا عايز فيه 4 تكست بوكس، 3 للقيم، والرابع هيظهر لي النتيجة. يلا نحط التكست بوكس دولت في من هنا من تصميم، ادي التكست بوكس اللي هو ده مربع نص ده، اضغط كليك كده وابدا ارسمه. ده ليه ليبل اهوت، اروح على الليبل وهكتب فيه النتيجة، والتكست بوكس ده هبدأ انسقهم. الليبل ده خد بالك من التنسيق ده، الليبل اهوت ماشي، والتكست بوكس اهوت، احددهم الاثنين وهعمل لهم من التنسيق ده الخط بتاعهم اخليه كله 16 او 18، وبولت، واللون بتاع الخط اي لون غامق كده عشان يبقى باين. وبعد كده الليبل ده اكبر شوية. التنسيقات دي هطبقها على الوضع ده، وبعد كده هروح على هما الاتنين احددهم كده واخد كليك يمين كليك كنترول سي وكنترول في مرة ومرة ومرة. عندي دلوقتي 4 تكست بوكس. النتيجة ديت هغيرها، اضغط عليها كده دبل كليك كده عشان احددها واكتب القيمة الاولى. هنا القيمة الثانية، وهنا القيمة، الفيديوهات اللي هي العملية ديت مهمة جدا، حضرتك بتمشي فيها خطوة بخطوة وبتطبق معايا واحدة بواحدة على ملف عندك، ولو ظهرت أي مشكلة بنتناقش فيها بالتعليقات أو بأي وسيلة من وسائل التواصل بحيث إن احنا يعني نوصل للحل إن شاء الله. مربع النص الأول ده أنا هروح على الاسم ده في غير ذلك الاسم، وهسميه txt1. txt1 يعني text box 1، ده هسميه txt2، ده هسميه txt3، وده txt4. اتأكد من التسميات، ده txt1 2 3 4. خلاص كده
لو عايز اعمل لهم تنسيق خفيف كده، ده مثلا ممكن من هنا اعمل له مثلا اي تنسيق خفيف، وليكن ده ياخد تنسيق خفيف برضو كده، حاجة يعني يا دوب كده يعني عشان الاختلاف بس بينهم. ممكن افصل دول عن النتيجة، انا هكتب هنا قيمة وهنا قيمة وهنا قيمة. اذا كانت القيمتين الاولانيين متفقين مع بعض والتالتة مختلفة عنهم، الاتنين الاولين متفقين، هيكتب لي هنا توافق جزئي. اذا كانت القيم التلاتة مختلفة هيكتب لي لا يوجد توافق، واذا كانت التلات قيم متشابهة هيكتب لي هنا توافق تام. هعمل زر يفرغ البيانات عشان لما اكتب بيانات وبعد كده عايز افضيها، عايز امسح المحتويات ديت، فهعمل زر من تصميم من هنا، هضيف زر كده وهسميه تفريغ البيانات. اما يظهر لي الويزارد ده اعمل له الغاء الامر، لان هشتغل بايدي مش هشتغل بالويزارد ده. تفريغ البيانات، وهعمل نفس الزر ده لصق اهوت لصق، وهسميه ده عرض النتيجة أو النتيجة مباشرة. هحدد الاتنين زر دولت وهعمل لهم من تنسيق من هنا أنماط سريعة، أي نمط من دول وليكن ده مثلا، ونكبر الخط شوية. كده احنا عملنا التنسيقات اللي عندنا كلها، هنشتغل بقى على الأكواد. طب نشوف كده الدنيا فيها ايه. لو رحنا على ضغط وإصلاح قاعدة البيانات كده يعني ريستارت لها، هيتم إغلاق قاعدة البيانات وإعادة فتحها في على الفورم المحدد اللي هو اللي عندنا. وديت الكلام بيتكتب هنا في محاذاة في الجنب كده، أنا عايزه في النص ماشي، وكمان مش عاوز التكست بوكس الأصفر ده يعني يتم الكتابة فيه، ده هيعرض النتيجة، ده للعرض وليس للتحرير ماشي. فعايزين نمنع إن حد يكتب فيه. الخطوتين دولت نروح نعملهم، عرض التصميم اهوت، هحدد دول كلهم واخلي المحاذاة للوسط من هنا كده، بقت المحاذاة بتاعتهم كتابة في الوسط. هنا التكست بوكس ده اروح على التنسيق بتاعه والبيانات، البيانات تم تأمينه وممكن. ممكن ده اقول له لا عشان الماوس ما يضغطش عليه اصلا، الماوس لما اضغط فوقه كأنه بضغط على الخلفية، ما يظهرش اصلا اي نتيجة خالص. حفظ، نعمل عرض كده كلمة النتيجة بس هنا، شوف خلاص ده مش ممكن ماشي. طب نروح بقى نشوف الدنيا فيها ايه. انا عاوز في تفريغ البيانات افضي التكست بوكس كلها، فهروح على تفريغ البيانات وحدث عند النقر اون كليك، واختار الفيجوال بيزك. هشتغل على الفيجوال بيزك، انا ممكن اشتغل بالماكرو او باي حاجة بس انا هشتغل على الفيجوال بيزك حاليا عشان نتعلم ازاي نكتب الاكواد. هكتب كود بسيط خالص، تكست بوكس txt 1.value يساوي فراغ، انتر. txt يعني هكتب الكود وبعدين نشرحه، هو سهل خالص، value يساوي فراغ. txt 3.value يساوي فراغ. txt 4.value يساوي فراغ. الكود ده معناه ايه؟ اللي انا كتبته ده معناه ان التكست بوكس الاول قيمته خليها فراغ، يعني فضيه، شيل القيمة اللي فيه وخليها فراغ اول ما اضغط على البوتوم ده. ما
ماشي، اول ما اضغط على البوتوم ده اعمل لي تكست دي 1 خليه فاضي، فاضي البيانات اللي فيه غير امسحها، والتاني والتالت والرابع نحفظ ونطلع من الفيجوال بيزك ونروح نشوف ايه اللي حصل هنا. اغلاق، نفتح من هنا. لو هنا في اي كتابة، وبعدين طبعا ده لسه مش شغال، ما تفطروش كود لسه. هنا لو ضغطت على تفريغ البيانات، تفريغ البيانات شغال اهوت. طيب هنا اقدر اكتب حاجة في التكست بوكس ده؟ لا مفيش، لان الماوس اصلا ما بيوصلوش تفريغ البيانات اهوت، ولكن هيتم عرض فيه النتيجة. اوكي خلاص، اروح على عرض التصميم، هنشتغل على النتيجة اللي هو الكود بتاعنا الاصلي اللي في الفيديو ده. هروح عند النقر اون كليك واضغط هنا. انا عاوز اعمل اكتب الكود الحالي في الفيجوال بيزك برضو، ده تدريب على الفيجوال بيزك. هكتب اف، طبعا هستخدم دالة اف. txt to dot value، القيمة اللي في تكست 2، اللي في التكست 2 اللي هو أول قيمة، القيمة الأولى، بيساوي txt 3 dot value قيمة txt مسافة، وبعدين and يعني وكمان شرط txt 2 dot value بتساوي txt 4.value مسافة، زين انتر. ده اول شرط، الشرط دول شرطين يعني، بقوله لو اف txt 2 القيمة اللي في القيمة الاولى بتساوي القيمة التانية، وكمان لابد ان يكون تحقق الشرط ده ان القيمة التانية بتساوي القيمة دي، القيمة الأولى، القيمة الأولى بتساوي القيمة الثالثة. لو حصل الكلام ده اعمل ايه؟ txt 1.value بتساوي، وافتح تو كوتيشن واقفلهم تاني كده، واروح اكتب بالعربي في وسطهم توافق تام. اند انتر زين. طب نكمل الكود ولا ايه رايكم؟ نكمل الكود وبعدين نعرض الامر، ولا ناخد خطوه خطوه كده؟ طب نكمل الكود وبعدين نبقى نشرحه. ماشي، انا هنا هعمل اف تانية، هقول else if، else if لو text 2 dot value بتساوي text 3 dot value. ماشي، يعني الشرط الاولاني بس ده هو، ناخدها حتى كده control c وهنا control v، بس else if زين. طبعا هنا لازم ابعد بدي كده شويه. else if text 2 dot value القيمه الاولى بتساوي القيمه الثانيه. ماشي، اذا حصل الكلام ده اعمل ايه؟ اكتب لي في text txt 1 اللي هي القيمه الاولى، كنترول سي كنترول في، اضيفها هنا كمان مره. هنا هكتب فيها توافق جزئي، يعني حصل قيمتين بس المتفقتين، توافق جزئي وهنا لا يوجد توافق، ده اذا ما حصلش الكلام ده. طبعا هنا المفروض نضيف هنا في الاند كده، نضيف هنا else. ما ننساش نضيف end if. الكود ده معناه لو القيمة الأولى
بتساوي القيمة التانية، وفي نفس الوقت القيمة الأولى بتساوي القيمة التالتة، اعمل اكتب لي في التكست بوكس وان اللي احنا عاملينه العرض النتيجة، اكتب توافق تام اللي هو بتاع النتيجة. طيب وفي شرط اف تانية، لو القيمة الأولى بتساوي القيمة التانية اكتب لي توافق جزئي. طب لو ما حصلش ده ولا ده يبقى القيم مختلفة، اكتب لي لا يوجد توافق، واعمل اند للاف. نحفظ ونطلع من فيجوال بيزك ونروح هنا نعمل حفظ، وممكن نعمل ضغط وإصلاح عشان يطبق التعديلات ويفتح قاعدة البيانات، ونبدأ نضيف هنا قيمة رقمية وهنا قيمة رقمية مخالفة وهنا قيمة رقمية مخالفة. قال لي لا يوجد توافق، نعمل تفريغ للبيانات، نضيف هنا قيمة رقمية وهنا قيمة رقمية وهنا قيمة رقمية مخالفة، والنتيجة توافق جزئي. نعمل تفريغ للبيانات ونضيف هنا قيمة رقمية وهنا قيمة رقمية وهنا قيمة رقمية، كلهم زي بعض، هيكون توافق تام. طيب لو قيم نصية، وهنا قيمة نصية وهنا قيمة نصية، وعرضنا النتيجة توافق تام تفريغ للبيانات. لو هنا قيمة نصية وهنا نفس القيمة النصية وهنا قيمة نصية مخالفة، وعملنا عرض النتيجة توافق جزئي لأن في قيمتين متشابهتان، وتفريغ البيانات. ولو عملنا هنا قيمة نصية وهنا قيمة نصية في القيمة الثانية مخالفة، والقيمة الثالثة مخالفة تماما، وعرضنا النتيجة أقول لي لا يوجد توافق. تفريغ البيانات، ممكن أعمل هنا زر لإنهاء التطبيق ماشي سريعا، وهستخدم الويزارد المرة دي هنا كده، وتطبيق اهوت إنهاء التطبيق التالي، هستخدم النص إنهاء التطبيق أو إلغاء أو كده إنهاء أهوت، وده هروح أعمل له تنسيق سريع بأي نمط كده. هيتم إنهاء التطبيق حاليا. فاضل نقطة واحدة، إن احنا نلون التكست بوكس ده اللي هو تم تأمينه ده بألوان مختلفة، كل مرة يتم فيها عرض قيمة مختلفة يتم يعني عمل تظليل له بلون مختلف. ده إن شاء الله نتناوله في مرة تانية إن شاء الله عشان الوقت والإطالة. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.